مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة مكانسة واحد في موضوع عدد كبير من المغاربة تبعوه ديال طارق وصلاح الدين. لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، طارق وصلاح الدين كانوا كيعيشوا شأنهم شأن أي شاب في حقبة زمنية معينة. سببهم مادة مخدرة، ما يصطلح عليها بمعجون. اللي كانوا في المدرسة تغير الحياة ديالهم للأسوأ، فاقدين الأهلية بجوج والعائلة كتقول بأنهم قنبلة موقوتة. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي وضعنا السابق عدد كبير من المغاربة تبعوه، هناك مستجدات في الموضوع. أولا، هو طريق ما تشافاش وشي حوايج اللي ارتكب صعيبة. تبعوا معايا. هانتوما خوتي المغاربة راه كنديو 36 وكيردو لينا، هانتوما كنديو الواد 36 و تيقولو ليها مكاينش البلاصة. صلاح الدين ها هو، هانتوما جيبي كاع راه ما صلاح، هانتوما اليوم راه حنا هنا باش بلال قلت حرام، هانتوما راه نهار 18 نهار 18 شهر 7، هانتوما دابا شو شحال دابا راه 30 و 31 في الشهر، هانتوما راه جديد، هانتوما باش تعرفوا مورا الفيديو. عطاو شحال من رونديفو هضر، شي 4 رونديفو اللي عطاوه والو والو، وهو باقي كيتسناو كيسولو واحد يقول له واش باقي باش تقص راسو، هي هذيك بالعربيه هانتوما كيتسناو تيدير شي حاجه خايبه تيدير شي نهايه. هانتوما هانتوما شوفوا شو بلاصتو كيدير لها، شو حالته، ها شوف شو الدفة هرسها نصلى، هانتوما شوف شارج محيدو بلاتي امي بلاتي بلاتي نوري من ديك الزبالة اخرى بلاتي، هانتوما شوف شوف واحد الحالة هنا ريبول هنا كيزبل هنا كيدير كاكا هنا، هادشي راه كاين النص كيجيبو من الزنقة من الزبالات كيحطو هنا، شو واحد الخيشة هي راه عامرة بالزبل، طارو الزرقاء الزبل هذا راه مكانش ماشي ديالنا، جاب فخر ديال عباد الله اللي في الزبالة، عشاكم دار كاكا هنا بول هنا، هانتوما شو بيتو ها 36 هاي فين كاينة الشيا 36 هي هادي، حيت بلاصتو كاين 36 ها بلاصتو فين كاينة هنا دارهم وواحد الحالة اللي يرجع لها. هانتوما هادشي هانتوما شو المسؤولين ديال الطب، المسؤولين ديال الصحة، المسؤولين على الصحة، هانتوما قال لك شو السبيطارات، شوفي شوفوا هنا كنطلبوا من المغاربة خوتي المغاربة، هانتوما راه كنديو راه ما عندناش الصحة، ما عندناش الحق في هاد البلاد هادي، الطب ما كاينش، الصحة ما كايناش، قسما من درقوش في الغربال، وزير الصحة فينا هو؟ وصل الشهر كيشد 7 مليون ومسكين لينا ما والو، حنا يلاه يهديك أمي راه حنا اللي كنضيعوا. هانتوما خوتي المغاربة شو سير امي وحده سيري، سير امي عبد سيري سير سيري سير بحقنا بقينا الله روب هضرتك. تخرج مشيت المشروع وشوش دار المحالة شوف عاشت عشان جدرمية وجابتهم لي ردو جدرمية، هاد شوف كان يفرق على البوطة تا مشيت تسخرت انا خرجت فوت وش دارها. هانتوما شوفوا شو الحالة هادي، فروج الخبز ديالو تلاح طوع مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القمة في الغرابة، الموضوع ومستجدات غادي نشوفوها مع الام. الوالده طريق ماشي هو هذاك، ماشي هو، عاودي لي شنو دار باش نعاود لك. واحد النهار واحد الحد من ورا داك الفيديو اللي درتو فجا يلا خو خرج مشى تسخر رجع لقاه ريب ليا الدار كلشي هرسو، الفران الثلاجه كلشي دقدقو هرسو، مشيت نجري عريانه لا جلابه لا والو، مشيت نجري جبت الجدارميه عاد جاو هزوه من وسط داك الشيء اللي هرس، داروا ليه المينوط وداوه حطينا في السبيطار شدوه بالزيت، ما بغاوش يشدوه بت، هذيك الليله كلها بت معاه في السبيطار، حتى الصباح جات الطبيبه شداته حط شدوه 28 يوم، عيطت ليا تاني قالت لك جدي جتو باقي مهلوك باقي كيهرس وكيدقدق، جتو دابا نهار الجمعه دابا 4 ايام وكيفرشخ في المواعن هو كيهرس، وعذبنا ما خلانا حتى حاجه نديروه والو، يجري ويضرب يضرب في الحيوط ويهرس في المواعن ولا شي حوايج العيالات ويجري بلا عقل،
شنو غندير دابا؟ انا خصني شي حل لهاد الدري، واش شدوه يداوى ولا ديناه رجعناه بحال بحال؟ كيفاش ديناه كما باقي؟ هذيك 28 يوم شنو قالت لك الطبيبه؟ كيفاش خصاتو؟ واش داواه ما داواش؟ ما داواش، عيطت لي الا ما داواش طلقوا. ايه ما داواش، قالت لي جدي مشيت جيت قلت لها باقي ما برا، قالت لي اللي ديه راه تشافى، ديه بركي 24 ساعة. قلت لها ما عدير يا ولو 24 ساعة، قالت لك خليه سيمانة، احنا خلينا 12 يوم كاع. هو دار كتر من المجد داكشي الاول اللي هرس كتر من الاول، هو باقي كيفرشخ اليوم الان، ما عندي ما ندير لينا، خصي شي حل، اما يشدوه ينعسوه ولا يشوفوا لي شي حل. انا تهلكت دابا، ولا كيدير داكشي خطر، ولا كيهز الصباح دفعني لحني مع الدروج، وغادي يدير لي الماس هز البوطه ثاني في الليل حله باش يشعل عليا. ما عندي كي غندير له الدري، خطر، خصو السبيطار، خصو يمشي يتعالج. ما عندي ما ندير انا، ما كبيره وباه كبير وعينه، خو كيخرج غير يتسخر كيرجع كيلقى كارثه دارها. شنو غندير ليه؟ ما عندي ما ندير ليه، خصو يداوى، خصو يشدوه السبيطار. واش دينو 28 يوم في الاخر تلقوه قال لك ديه راه مشافي، ما مشافي ما والو، راه جدتو كيدير كثار من داك الشيء اللي كان، ويهرس ويهرس ويعاود يهرس ويدقدق، وفي الاخر قالت لك ديه راه حنا كنساها، راه خصك داك اللي مسؤول قال لي اللي كيقيد اللي عطاني، قلت له عطيني ورقه خروج، قال لي ما عطاكش ورقه خروج، تجيبي لي ورقه بالله هذا راه قال لك ناعس خصو 4000 ريال الليله. مين غنجيب لنا 4000 ريال الليله؟ الرميد يلاه دفعتو باقي ما خرجش. دابا في 36 قال لك تما تخلصي 4000 ريال الليله. خلصيها قال لي 4000 الليله، انا بعدي من خلصي 4000، كنتسنى دابا الرميد، صافي عطاتو ليا قالت لي تجيبي الرميد. وشنو غندير؟ خاصني نشوف كيفاش خاصو كيديروا نعسوا لي، راه محلني انا، راه كرفصنا كرفصنا حنا والديه تكرفصنا، ما خصنا السبيطار يشدوه تيتعالج، ماشي تلقوه ليا فين غندي البرشيد؟ راه حنا مسوين على كازا، ما عندنا فين نمشوا، دو البرشيد السبيط ما قبلوش، برشيد ما قبلوش، ما عندي فين نديه. آه صافي، اما يشدوه ولا يدوني انا نيتي نعسوني انا مع مسطين، صافي ما عندي ما ندير به. هو صافي تسطى داح الوراق، وكتقول لك راه براق، راه صح طبيبة عيطت لي قالت لي صح، قلت لها باقي هو شوف كيدير كيخرج في عينيه وكيغوت في السبيطار، ما كيسكتش ما كينعس لا ليل لا نهار. وشرينا الدواء، هو ناعس وانا كنشري في الدواء، جيبي ليه طيميستا، دينا طيميستا ثلاثة الخطرات وانا كنديها، في الاخر قالت لي ديه، انا جدتو راه كرفصني، ما عندي ما ندير دابا، خاصو يرجع السبيطار يتعالج ولا يشوفوا كيديروا معنا حل. راه حنا كنطلبوكم المسؤولين كنطلبوا هذا الشيء، راه ما خدامش لينا، راه تكرفصنا. واش واحد مسطي وطلقوه لي؟ انا عندي واحد مريض في الدار وزادتني واحد اخر، ما فهمتش انا الطبيبه ما فهمتش. واخا ملي قلتي لي الثاني صلاح الدين كيدير دابا؟ شويه مع الدواء ومع البرا. صلاح الدين ما كيديرش المشاكل؟ لا ما كيديرش المشاكل، هذا كيدير المشاكل، واخا يعطوه الدواء واخا يدق البرا واخا كل شيء، هو جاهل صافي جاهل، ما عندي ما ندير ليه انا، ما غنقدرش عليه، ما عندي كي ندير ليه والو. واخا مهمتي انا معاك مشاهدينا الكرام، غادي نشوف امور اخرى مع الاخ ديالو اللي هو تا هو سبحان الله العظيم الا ما كانش هو كيولي مشكل كبير، كيدير الامور مع طريق مع هاد الصور الفيديو اللي شافوه الناس، تقابلو 24 شو 24 الى حيتي انت؟ الى حيت انا يا راه قلت لك حيت انا يا مشيت غبت ساعه، ساعه ما كيناش، جيت لقيت درمي يديروا لي المينوط، ومن اللي لقيته في الزنقه داير لي المينوط غاديين بيه، ما فهمت والو، مش عارفوش دير هادشي، حيت انا ما كاينش اللي عيط لي وقال لي راه دارت، حطيت الموتور باش درمي مشاو غاديين بيه، دخلت الدار لقيت كسيده، راه انتم شفتوا الفيديوهات راه لحناهم ليكم، الماعن البلاكار تهرس، الفران كلشي، القادو استهرس، هرس الروبين وخلى الماء يديز، عرفتي الماء، الماء مثلا مع الماء مع الضوء، إذا بنادم غيموت، مشيت حيد الضوء الأول طيح الضوء، هرس الدفة، حيت كسد على حطلق هرس الروبين وسد على الدفة، ما عندك كيفاش دير دابا تطلق الضوء حتى هي، دار كارثة، وخرج من الشرجم، تصور الشرجم صعيب باش يخرجوا كيخرج من الشرجم، دار كارثة، طلق الضوء، وهرس الروبين خلاه يديز، وسد علينا حنا ما ندخلوش ليه، سد الكابينة من المنا وخرج من الشرجم، إذا أنت كيفاش غتدخل للكابينة باش تطلق الضوء؟ خاصيت نفرقع الدفه باش ندخل نطيح الضو، ومي طلعت هنا لقيتو دار كارثه، البيت هرس هاد الدفه هادي كلها، الصاله ديال الطواليط فارت الروبين ديال هرسو خلاه ديز، البيت رجعو حال عليه ورجعلها، اذا زعما انا كون جيت في بلاصه لقاها ديال هاد الكسيده، كون لقيتو ذبحها قتلها، كون ذبحها قتلها، انا كنحمد الله ملي جيت لقيت درميه غادي نبي ودارها هادشي، دارها الطبيبه قالت لها راه تشافها،
راه هذا هو المشكله، راه هادشي علاش كنهضروا دابا حنايا، راه دابا ما كاينش اللي كيسمع صوتنا. دابا هي دابا ملي جات الطبيبه داتها عندها وقالت لها شوفي واش هضر 100 دابا شهاده، ملي جاوا داروا ليه مينوط ودارت الكارثه راه شهدوا، كيديروا حتى هما التوصيل حتى هما كيديروا الشهاده ديالتهم وكيعيطوا لقيته هو يدير الشهاده ديالته. ملي انتوما انت طبيب وشتي شهاده، شتي شهاده ديال الطبيب ديال القيد ودير جدر 100 مهما جابوه لك، شافوا بعينيهم وداروا ليه مينوط وجابوه. لا شتك هو راه ما قالت لكم والو، هي راه نسات، راه ما شدوش ديك الليله، راه قالت لي معدي فين نمشي، غادي البات معاكم ابلا تم، البات معاكم بلا ما مشيت. قال لها غدير لنا مشكله، غيجي المسؤول غادي يشوفك شي مسؤول. ها المسؤول خايف دابا، انتم خايفين المسؤول يشوفكم، خايفين يشوفوا مواطن بيته مع ولده مريض. اذا اش كتسمى هذيك؟ وفي الاخر ملي قالت لي لا بات بحويجه ماشي جلابه، بات واحد واحد البيجامه ديال المحل والزيف والناس كيشوفوا فيها عيب، هو واحد اللي يقدر يقتلها وبيته حداه في السبيطار حداهم، وملي سالات وداك الشيء وبات تماك تفرشوا ويجي عند الطبيبه قالت لها واحد فرم ليا، قالت لها شوفي راه درتي لنا مشكله، درتي لنا مشكله. قالت لها قالت لها علاش درت مشكله؟ قالت لها بيت انا كون شافك شي مسؤول ولا شي ما عندكش حق تبتينا. قالت لها هو بلاتي ندي يذبحني. قالت لها سيري شوفي الدار دار ليها، شوفي انا بعدا تزقلت من الموت. عاب جات واحد الطبيبه وقالت لها اش ديري، غنشدو لك وغتجيبي لي الرامي تدخل سي 15000 وغادي 4000 الليله. تصور دابا 28 يوم وقالت لها 4000 الليله. واحد في السبيطار راه قال لها راه تقامت عليك 90000. السبيطار ديال الدولة، السبيطار ديال المخزن ديال الدولة، وواحد ما فحالوش. وقالت لهم انتم فلوس الصندوق خلصت 15000، طبقت القانون وفي الاخر حاسبين لها حتى الليلة 4000 ريال الليلة، وحدة راه ما عندها حتى ليلة وبغير 4000 ريال الليلة. وملي جات عيط لها ثاني، كتعيط لها بريفي باش ما تطلعش للمرجع، حيت الوالده شافت النمره ديال الطبيبه ما كتطلع لها بريفي. هذه ملي كتشوف بريفي كتصوني، ما عارفاش هي في القانون بريفي ما خصكش تجاوبو، كتصوني على بريفي كتجاوبو. ملي كتجاوبها كتقول لها معاك الطبيبه دكتوره جي عندنا، جي عندنا. مشات لها قالت لها غنصيبطو لك 24 ساعه بيرميسيون وغتردي لينا بقى هو هذاك مزيان ما بقاش. قالت لها انت كتشوفي قدامك وتصور دابا طبيبه انت باقي ما ديتيش المريض، باقي حداهم كيدير داك، باقي التطيه باينه وما فهمتش انايا. هذاك هنا كان مزقي مقلوب ونقولوا راه طبيب معني والو، ولكن هو باقي با يضرب مو حداهم، با يضرب حداهم. وقالت له ديه يلاه شوف، قالت له ديه خوي البلاصه باش يدير واحد اخر ولا العلم الله. وانت باقي شدو هي فاش خرج هو ويدير هاد الكوارث هذا باش حط تقريبا خرج الله سيمانه يلاه صيبطوه مع هذاك الجمعه الله صيبطوه وريب الدار شي نهار رجع، النهار رجع بدا بطور الزبل سلم علينا وداك الشيء وليا وكيسلم عليا جوج مرات ثلاث مرات او وهذا باش عرف اخويا يوسف وتصور واحد باش عرفوا باقي كيسلم عليا خويا عبد الرحيم وسلم عليا وكيعاود هضره كيكررها وطور الزبل خاوي تقول لي باقي عندك زبل عبد الرحيم كي زبل تماك كيعس ديه عاسي طلع ترتاح ما كاين لا زبل لا ولا عاسي طلع عاد تكون الزبل عبد الرحيم تسخر يقول لي لا 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 عاد يخرج برا يضرب شي واحد خطر عرفتي. البارح كنت مرخ في الزنقه جاب واحد الراجل دخلته ثاني منوع الخروج غيطلبوا فيا دخلته ثاني هنايا ثاني منوع الخروج غنجيبها قارو شوف قارو غنجيبو لك حنايا سير برك غيطلع هنايا ويبرك يودن وبرك يغني مره كله باش يدير ومره تجي خبط الحيط تنطلع نجري شرجة ما هرسو الدار قريب يكملها والمشكله كون يكملها في غيكملنا حنا ربما نكون ناعس ولا ما كاينش غنجي نلقى هذه ميته ولا الوالد ميت ولا ربما مش عاش دابا الوالد ما حداش معاه الوالد الا حدا ماهر ما غاديش ولكن ما حداش معاه كيف شي حجره ولا يقولوا راه واحد الدري في المكانسه راه قتل باه راه مريض مسطي وكيديو 36 وراه ما داروا معاه والو بقى تقتل مو باه راه دار كارثه ما يعقلوش علينا حتى هما حتى المسؤولين دابا غابرين ناعسين ما كاينش شي واحد دابا اللي غيتمزك لينا طبيب ما كاينش ما مزكش لينا ويلي ذبح واحد شي واحد صافي غادي الصحافه تصور مع الله ما كاين والو المسؤولين راه بارعين مريض كتجيبوه للسبيطار كنا نجيبوه للسبيطار وما كيشدوش لينا خويا يوسف كديه وتيقول لها سيري ما كايناش البلاصه ولا بزت بحال بات اليوم تزيرو هما اللي شدوه قالوا لها شوفي غادي تجي تغبي نار وتجي نار وتجيبي لي ماكله والكار وكل شيء اذا الدري راه بحال باقي معانا تصور الدري ماشي في السبيطار بحال باقي معانا دابا حنا نقولوا ماشي غنلوحوا في السبيطار ونساوه ولكن بزاف وملي كتمشي للوالده كتلقاه باقي هو كيشوفك كيزوك والطبيبه قالت لها الله يحسن العوان معاك طبيبه قالت لها الله يحسن العوان معاك قالت لها واش دري كيدير باص وقهرهم هما تما قهرهم يلا ها هو تما كيزوك عليهم وكتقول لها سيري راه ولا بخير سيري راه ولا بخير امور واضحه غادي نسولك على صلاح الدين قالت لي الام الحمد لله ولا مزيان الدواء ياكل الدواء يعني الوضع ديالو على ما يرام ياك دابا صالح الدين دابا تقريبا جايه لشي 3 شهور 4 شهور بخير كاع الناس كيشوفوه بخير ماشي بخير 100% ها الدواء
غنقولوا حنا 50% راه ما كاينش 60% 50% وبالدواء وبالبراوات. الا حيد صالح البراوات وحيد حيد المسائل ديالو الدواء داكشي راه غادي يوليو قنبولات. دابا كاينه قنبوله، قنبوله وحده موقاته، وحده كتسنى الدواء. الا ما عطاوش الدواء صلاح راه فين يبان هذا؟ حتى هو راه كنقول لك الا ما عطاوش الدواء صلاح راه فين يبان هذا؟ اش قنبولات الله خي يوسف اش قنبولات عندنا؟ ها انت صلاح دابا البره البره هي المكالميه، والدواء والدواء غالي، كاين واحد 5000 ريال وواحد 4800. الا ما كانوش في جيبنا ما غنجيبوهم. ودابا واش بنادم استطاعته جوا في 20 حبه كيدير 5000 ريال؟ 20 حبه الناس كياكلوها شحال تضرب لهم 10 ايام؟ ها و 6000 ريال وبنادم ما كيجيبش عشيه ليله. كي بعد المره كتخرج ما كتجيب والو. صلاح مكالميه الدواء والدواء بعض المرات كيتماطلو حتى كديه يجدوا له التاريخ، حتى كديه يجدوا له التاريخ ويشوفوا بعينيهم اش يدوا. وعنده دوسي، وتصور الدوسي ديال 2000 راه قدام، من 2000 وقدام قدام كتب فيها الزعيم صلاح، الزعيم صلاح. وعاوتاني من 2006 بدات الزعيم طارق، الزعيم طارق، الزعيم صلاح والزعيم طارق، من بينتهما 6 سنين اش قنبولات. والناس هنا يكون خرجوا عند الناس درتو معاهم لقاء وتشوفوا الناس كي مضرورين تاهما بيه طارق وبيه. الناس مضرورين كيضرب ولادهم ما كيخليهم يدير هذاك الزبل ديالو، كيدهنوا كيدير الحيط. راه خا يوسف ما حضرتيش لي شي حوايج، راك شكون صورنا بشي شي شي حوايج اخرين وشناهم. راه بنادم يضر راسو هذاك الشيء اللي كيدير. راه طارق راه باص ليه. امور امور واضحه. وانا غنكمل معاك مشاهدينا الكرام لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع. الاخ ديالو شرح الامور كما يجب. الام السؤال هو اين هي المسؤوليه في الموضوع؟ رجال الدارك مشكورين، واقع الحال كيتصل بهم الام ولا الاخ كيجيو كيديروا اللي عليهم، وكذلك السلطات المحليه كدير اللي عليها. السيد القائد كيدير التقرير كيحلوا المستشفى، المستشفى موضوع النقاش. طبيبة كتقول لها راه ولا بخير، اين هنا المسؤوليه؟ وهو من مورا هذا القرار الطبي اللي خرجت بها الطبيبه هو جري بالدار، وجاب الله انهم سادين عليه هنا في الدار. كو كان في الزنقه كانت امور اخرى. الى متى سوف يستمر الوضع بهالطريقه؟ هذا الاستهتار بارواح الناس. ولا صلاح الدين فاقدي الاليه، ولكن دور المؤسسات في الموضوع، دور التطبيب، وهذا النداء لوزير الصحه. شوف لنا هذا المستشفى اللي هو مختص في الطب النفسي، مختص في امراض العقليه، كيفاش غادي يعيشوا هاد الناس؟ هاد الام في اي لحظه يقدر يقتلها، هو فاقد الاليه امام الله، ربي يعلم به. ولكن دورنا، وهذا هو المسؤوليه الكبيره في الموضوع. مشاهدينا الكرام غادي نستمر في الموضوع، نقدروا ندخلوا نشوفوا مع دابا يدوي معانا. ها يلا ندخلوا نشوف، يلا دخل معانا نشوف. اخلي اخلي جالس طارق لاباس عليه؟ بقيتي شويه؟ الحمد لله الحمد. هذاك الشيء اللي وقع هنا في الدار وهرستي كل شيء عاوتاني وما عقلتيش؟ لا 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 واش هو ياك والله زين. ملي كتمشي للسبيطار كتاكل الدواء كتعقل ولا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشاهدينا شكرا لك. مشاهدينا الكرام هو حاليا يجيب في الاسئله، وهذه الصوره اذا كان ممكن وضعها معنا. هذه هذا الرسم كيديرو هو، وهو فاقد الاهليه كيرسمها. وكما صرح الاب الخط ديالو خط عثماني، كيتقول الخط عثماني زعما كيتقول الخط عثماني كيتقنو فهمتي. كان كيرسم قبل ما يمرض كان كيرسم مزيان، ولا بيكتب لك شي سميه ولا شي حاجه تكتبهاش عاديه بخط العثماني. انا ما كنفهمهاش، ولكن نجي نقول شي تخربقه يا خط العثماني، والناس كاع يقولوا لي راه خط العثماني هذاك، راه مكتوبه لا اله الا الله، كياخذ شي لقطات من شي حاجه شي حاجه من سوره ياسين وكشي كيدير لهذاك الكتاب كيف تلا. ما كنفهم فيها والو انايا، بحال كتكون في اللوحات ديال المرايات وديال الماكن كيتقن هذه. مشاهدينا الكرام هذا الرسم كيديرو طارق في الله اكبر. ولكن طارق سؤال كيقدر يجاوبك عليه في لحظه من اللحظات، كيولي انسان اخر يقدر يدير اي جريمه في الموضوع. معايا الاب، غادي نشوف معاه كذلك الموضوع. الوالد كيدير لاباس عليك؟ بخير. عاودوا لي ولدك قال لي طارق هذا الشيء اللي دار وانت جالس هنا كتقابلوا لي نفس الوضع. الله يجازيك بخير. اللي غنقول لك لكان باتوا هادو كيباتوا ناعسين.
انا كنبات في الجحيم شويه انا كنبات في الجحيم كنبات مع الليل كامل ما كنشوفش النعاس والله ما نعست على شتو مع ثلاثة ديال الليل سديت عليه الباب برا رد هذا المحل كله ريش وداك الشيء ديال الخبال ديال المسان واحد الحاله والدروج وديك الشيء وخليت داك الشيء وسديت عليه وخليته برا طنوض في الصباح لقوه الباب مسورت خليتي هو برا خليته برا ولكن برا يقدر يدير شي حاجه يدير اش بندير لي انايا وقتني انا يدير سيدي يدير ولا لك شي واحد هو غادي يدير لي اكثر من داك الشيء راه يدير هويا على مني انايا واش انا تبارك الله في كلشي ناعس ونخلي واحد يتعدى عليا يكرفسني وانا اب مسؤول وكان وجه واحد النداء لوزارة الصحة هذيك 28 ينعس وكيقول لها تخلصي 90,000 بشار ضعيف بصارو زرقين ويقول لي تخلص 90,000 راه ظلم حسب الله ونعم الوكيل راه ظلم هذا راه كيبان لي هذا الشيء اللي كنديرو دابا كيبان لي بحال تعاود وصافي راه اللي يسمع لك ما كاينش راه كيشوفو ولو باش يطبقو ما كاينش التطبيق واش ندير نخليه يقتلني ولا نخليه يقتل السيده حشومة هاد الناس عايب عليهم اللهم خليه برا حسن يبقى برا من الليل الليل خرجوا برا باش ما بغى اما نخرجوا برا اما نحيد ليه شي رجل يدوني جدارمية على بلاصتو باش نخليه يتعدى لي على 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 المحل لا ديك النهار دار ليها كتيده ما كنتش حاضر وحشومة عيب هاد الناس هادو فنطلب الله سبحانه وتعالى كل من هو مسلم الله يحفظ لي وليداته ونطلب الله سبحانه وتعالى كل من هو مسلم الله ينجي من بركة هذا الزمان اللي تلينا فيه مع هذا القوم سمون بكمون ما كيتحنطوش قارين ما قارينش كيعرفوا ما كاينش بالعربية عندك المال مالك موجود راك درجة عليا ما عندك مال سير تموت احسن لك حنا راه فقراء فقراء الجيب وفقير الجيب ليس فقير فقير البدن هو فقير اللي تفقر في البدن ديالو هذاك هو الفقير تيقول فيه الله سبحانه وتعالى انفقوا على الفقراء لا تعاونوا مع الناس بالدواء واش انا ما عندي ما كنشكر ولا نمشي نشري الدواء وعلى حساب بحال اللي قلت دخل 90,000 ريال هذا ظلم هذا ظلم اسيدي هذا واش ظلم ولا ماشي ظلم ظلم تعدو فين هاد وزارة الصحة تقوم بالعمل ديالها راه كاين ما كرف مني انا كاع ها مازال لقيت انا هاد العشرة انا بارك فيه كاين اللي ما عندهم ما يكسبوش كاع جامع ستة في بيت ها نطلب الله سبحانه وتعالى هذا نداء جلالة محمد السادس نصره الله الله يشافيه هذا اللي غنقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك الوليد كلام ديالك واضح مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا كان قال لي واحد الجملة قال لي أنا كبرت في السن قال لي ما غاديش نقدر نتحمل من بعد كيرتاك بطريقة كارثة أخرى جاو رجال الدرك مرة أخرى كنعاود نحييهم ونشكرهم لأنهم ما تيتعطلوش ولو ثواني أو دقائق كيجيو للمنزل وكيقوموا بالواجب وتا هما في الريسك كما كان الحال وكذلك السيد القائد اللي كيدير التقرير والقرار في الأخير ديال التطبيب موضوع النقاش الأداء الخلاص المواطن له الحق في التطبيب هما تيقولهم 90,000 ريال كما سمعتوا ومن بعد كتقول لهم الطبيبه راه صحيح راه بخير وعلى خير وهي كتطلق في قنبله موقوته كما قال عطاني جواب منطقي قلت له كتطلقوا للزنقه قال لي يقتلني انا هذا جواب تلقائي يعني طارق ادى الناس
والحي اللي كلشي كيخاف منه وفي نفس الوقت هو أدل المنزل العائلة ديالو. من يتحمل المسؤولية فالقرار اللي خصو يتخاد في طريق باش يصح. دور التطبيب في هذا الموضوع، وهنا كنوجه النداء للسيد وزير الصحة اتخاذ المتعين في هذا الموضوع والبحث كذلك. إذا تبوت عكس هذا الكلام نحن نرى الإشارة للتعقيب في الموضوع. يمكن لك تشوف تفتح بحث في الموضوع، ينتقل عند هذه العائلة أطباء مختصين يشوفوا طارق ويشوفوا الوضع ويشوفوا الكارثة اللي في هذا المنزل. طارق قنبلة موقوتة في أي لحظة ارتكب جريمة. غادي تبعوا معايا غادي نشوفوا صلاح الدين اللي شيئا ما كما صرح الأخ ديالو علامات الشفاء كالضر عليه. غادي نشوفوا الموضوع، تبعوا معايا.